فكرة انك تقارن كاميرا بروفيشنال سعرها اكتر من 2500 دولار بكاميرا موبايل ايفون اكس او 10 سعره 1000 دولار، لكن هو موبايل بيعمل حاجات كتير قوي عن اللي هو كاميرا، فكرة لحد ما مش واقعية او مش عادلة. اللي ازاي تقارن حاجة مش بنفس سعر الحاجة التانية؟ بس الغريب هو الفيديو ده. خلينا نبدأ على طول. الايفون 8 ورا فيه كاميرتين، كاميرا واسعه وكاميرا ضيقه. حاولت ان انا اقارن الزوم بتاع الموبايل ده بالزوم بتاع اللينزات اللي عندي للكاميرا دي، وتقريبا ادركت ان عدسه منهم حوالي 15 ملي او 10 ملي، والعدسه الثانيه تقريبا 25 30 ملي. فاكتر حاجه قريبه بالنسبه لعدسات الكاميرا الايفون هي العدسه دي، عدسه 10 ملي، والاكتر زوم ليفل بتاعها 18 ملي، بتأدي تقريبا نفس الزوم ليفل اللي بيقدمه الايفون بتقدمه العدسه دي. فانا ركبت العدسه دي على الكاميرا السوني، وعملت الكاميرا السوني على وضع الاوتو، وعملت الموبايل على الاوتو، وصورت كل السيناريوهات اللي جايه دي. ونبدا باول سيناريو. الصوره اللي شايفينها دلوقتي متصوره بالعدسه الزوم دي ام بتاعت الايفون 10 وعلى 18 ملي من الكاميرا السوني. حاولوا تخمنوا اني واحده من الصورتين دول هي كاميرا الايفون 10 قدامكم. الفرق هنا مش كبير قوي بالنسبه للكاميرتين، ودي حاجه كويسه جدا. بالعكس سوني كمان العزل فيها اكتر عن الخلفيه، بتقدر تعزل الشيء الورده دي عن الخلفيه، لكن الفوكس مش مظبوط قوي على عكس الكاميرا الموبايل اللي انا فعلا استغربتها. الفوكس مظبوط جدا، شارب جدا، بس العزل مش زي قوي الكاميرا السوني. دي صوره متصوره على البورتري مود بتاع الكاميرات الخلفيه بتاعه الايفون 10. من الواضح ان الصوره لحد ما اوسع سنه في كاميرا السوني عشان هي 10 ملي عشان بتقدر تعمل زوم اوت، لكن كاميرا البورتري بتاعه الايفون بتجبرك انك تعمل ال 2 اكس زوم، بتستخدم الكاميرا الزوم دي ان او بتستخدم الكاميرتين مع بعض، بس بتبقى زوم دي ان الصوره. فالصوره لحد ما زوم دي ان في كاميرا الايفون، لكن من الواضح جدا ان العزل اكتر بكتير قوي في كاميرا الايفون. وحتى الوان الجلد او الوان السكين تونز بتاع العيال حلو، الوان واقعيه. طبعا انت لو عدلت الوان السوني هتبقى شكلها احلى كتير جدا، بس انا بتكلم اوتو مود في الكاميرتين. برضو سوني بتقع في نفس مشكله الفوكس، الفوكس مش مظبوط قوي، لكن المره دي هنا اي حاجه لونها لحد ما مصفر او بيقولوا عليه وورم كاميرا الايفون بتبقى ممتازه فيه. من الواضح ان الخشب حتى لونه مختلف، تحس انك كنت في اضاءه مختلفه او في سيناريو مختلف تماما لاضاءه الشمس كانت موجوده بزاويه مختلفه في كاميرا الايفون. ودي بقى تاخدنا لنقطه الدايناميك رينج. الدايناميك رينج بتاع كاميرا الايفون اعلى بكتير قوي من كاميرا السوني، ودي حاجه فعلا غريبه بالنسبه للصور. احنا كل ده بنتكلم في صور، الفيديوهات لسه كمان شويه. فلو لاحظنا مثلا الشمس فوق على الشمال الصوره، الشمس حلوه الوانها مش مفرقعه، على عكس سوني الشمس لونها ابيض، هنا الشمس لونها اصفر وحلوه. فالدايناميك رينج احسن بكتير قوي في الايفون 10 عن الكاميرا السوني. ونروح للكاميرا الاماميه، ودي صوره متصوره بالكاميرا الاماميه على وضع البورتري مود في الايفون 10، متصوره على 10 ملي على الكاميرا السوني. من الواضح ان الصوره اوسع بكتير قوي في الكاميرا السوني عشان هي 10 ملي مره كمان، والكاميرا الاماميه مش بنفس الوسع بتاع السنسور السوني، بس ما علينا من الوسع، برضه في عزل كويس قوي في الايفون 10، مش موجود العزل ده في كاميرا السوني. نرجع تاني للكاميرا الخلفيه، والصوره دي فعلا بتبين بعض المشاكل الموجوده في البورتري مود في الكاميرا الخلفيه. دي صوره متصوره للجو برو وهي محطوطه على ترايبود صغير بالكاميرتين برضو. لو ركزنا قوي في صوره الايفون هتلاحظوا في مشاكل ان الايفون مش قادر يحدد الادجز بتاعت الكاميرا، في فوكس مش مظبوط، في غلطات كده في السوفت وير. ده بيحصل كتير قوي لما يكون لون الاوبجكت اللي انت بتصوره شبه قوي لون الخلفيه. لو هجرب نصور نفس الصوره لكن مش بوضع البورتري هتلاحظوا الصوره انضف كتير، لكن انا اعتقد في السيناريو ده لما يكون في اوبجكت شبه لون الخلفيه، لا عدسه السوني وسنسور السوني هيكون احسن كتير قوي في ظبط الالوان وظبط وعزل الشيء ده مظبوط عن الخلفيه، عشان هي بتستخدم اوبتيكال عزل مش سوفت وير عزل. واصعب سيناريو بالنسبه للكاميرات هو لما يكون الشمس في ظهر الاوبجكت اللي انت بتصوره او اسمه باك ليت. خلينا نتوقع اي صوره من دول متصوره بايه. بصراحه الاختيار كان صعب، ودي في حد ذاتها حاجه ممتازه جدا انك بتقارن الموبايل مع كاميرا بروفيشنال، بس ما علينا المقارنه دي عشان لسه هنشوف حاجات جامده قوي كمان شويه. مهم لو ركزنا في صوره الايفون 10 هنلاحظ لينز فلير بسبب الازاز البارز عن كاميرا الايفون.
اللينز فلير ده مش موجود قوي في الكاميرا السوني عشان قطر العدسة كبير شوية، بس الايفون قدر يظبط الديناميك رينج احسن بكتير قوي من الكاميرا السوني. من وجهة نظري انا شايف ديتيلز النخلة احسن، والشمس مش مفرقعة ابيض، الشمس لونها مصفر او في حتة بيضة في النص مفرقعة، لكن مش زي السوني اللي الشمس مفرقعة جامد قوي ابيض، وانا مش شايف ديتيلز الشمس او ديتيلز النخلة. على العموم عايز اعرف رأيكم في الصورتين دول من خلال البول، من خلال السؤال فوق على اليمين ده، اختاروا الاجابة اللي انتوا شايفينها انها شكلها احلى، صورة النخلة بتاعت الايفون ولا صورة النخلة بتاعت الكاميرا السوني. ونروح لاخر سيناريو بالنسبة للصور، وهي صورة الجامع. وواضح جدا من صورة الجامع ان الصورتين متشابهين جدا جدا جدا، لكن لو جينا نعمل زوم ان 400% هنلاحظ طبعا الكاميرا السوني بتكون اوضح كتير، الديتيلز فيها اوضح كتير ومفيش نويز زي كاميرا الايفون 10. ونروح بقى لمقارنة الفيديوهات، بس قبل ما نروح للفيديوهات واوريكم فيديوهات خلينا بس نقول شوية ارقام. كاميرا الايفون 10 بتقدر تصور 4K على 60 فريم بكودك اسمه هافك 5 او H.265. كودك لحد ما جديد نسبيا، مش متناسب قوي مع الناس اللي بتستخدم ويندوز، بيشتغل احسن واسرع بكتير على الناس اللي بتستخدم ماك. الكاميرا السوني على الناحية التانية بتصور 4K 30 فريم، وما فيهاش اوبشن اصلا انك تصور 4K 60 فريم. وعلى ناحيه سلو موشن فكاميرا الايفون بتصور 240 فريم في الثانيه على 1080p، الكاميرا السوني بتصور 120 فريم في الثانيه على 1080p، يعني تقريبا ضعف عدد الفريمات موجود في الايفون. واللي استغربته كمان ان البيت ريت اللي هو كميه الداتا اللي بتتسجل في الثانيه الواحده على الايفون 140 ميجا بت في الثانيه الواحده، على عكس كاميرا السوني اللي هي 100 بس. فالداتا حجم الفايلات حجم الفيديوهات بيبقى اكبر مرة ونص في كاميرا الايفون تقريبا عن كاميرا السوني. على العموم خلينا نروح لتست الفيديوهات. لو انت عامل ريزولوشن الفيديو ده على 720 60 فريم او 1080 60 فريم او 4K 60 فريم لو انت عندك الانترنت والشاشه اللي تدعم الموضوع ده هتلاحظ الفرق، بس لو انت عامل الريزولوشن على اقل من 720 هتلاحظ ان هما شبه بعض قوي. ليه؟ عشان كاميرا الايفون بتصور 60 فريم، هتلاحظ ان الصوره سموث ماشيه كده حلوه كريمه كده ماشيه مع بعضها كده، مش بتهنك في النص زي كاميرا السوني. بصراحه دي في حد ذاتها حاجه خرافيه ان كاميرا موبايل تكون سموث اكتر وشكلها احلى بكتير جدا عن كاميرا باضعاف ثمنها، بضعفين ونص ثمنها وهي مجرد كاميرا. طبعا لما الكاميرا بتلف بسرعه من اليمين للشمال بتلاحظ حاجه اسمه جيترينج، او اللي هي الصوره مش بتكون واقعيه قوي في كاميرا الايفون، وكاميرا السوني بتتغلب عليها بسبب ان السنسور كبير وفيها امكانيات تثبيت البصري وحاجات معقده شويه عن كاميرا الايفون. لكن الفيديو نفسه السوفت وير نفسه اللي قدر يدي فريمات اكتر مخلي الصوره سموث بكتير عن كاميرا السوني. خلينا نلخص اللي احنا قلناه، كاميرا الايفون 10 كاميرا ممتازه جدا بسبب السوفت وير الممتاز، وطبعا الشبايه الجديده البروسيسور الجديد الموجود جوه الايفون اللي هو يعتبر من اقوى البروسيسورز موجوده في اي موبايل موجود حاليا. كاميرا السوني كاميرا برضه ممتازه، سنسور لحد ما كبير عن كاميرا الايفون. فكره انك تركب لينزات مختلفه على كاميرا السوني ممكن تديك واجهه تماما مختلفه عن اللينزات الثابته بتاعت كاميرا الايفون، او ممكن تجيب لينزات خارجيه لكاميرا الايفون بس طبعا مش هتوصل للكواليتي اللي بتقدمها كاميرا بروفيشنال زي كاميرا السوني. لكن فكره انك تقارن كاميرا بروفيشنال بكاميرا موبايل والموبايل يكسب في سيناريوهات معينه في الصور، دي في حد ذاتها حاجه ممتازه من وجهه نظري وبتدي فاليو كبير قوي للموبايل ده. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. اهم حاجه نسيت اعملها انك تنزل تشترك في القناه عن طريق زر سبسكرايب، وتدعمني انك لو عايز تشتري الموبايل ده هتلاقي لي ارخص لينكات موجوده في وصف الفيديو، وترقبوا فيديو مفصل تفصيل ممل عن فيتشر الفيس اي دي وازاي تخترقها.